اسمح لي الريسبيراسيون عندي شويه ناقصه. قلت لكم باللي كنت كنقول لمروان علاش انا كنشرب الدواء وما كنحش بلاصتي مزيان، ما يمكنش واش كثر ديال السيمانه وانا في الدوايات والو حتى ولا ثلاث. انا حاس بانه هنا عندي شي حاجه تبدلات، مو شي حاجه بشي شكل غادي نشك نقول هذا خصني ندير تيست ديال الريحه اللي جو بونس كيدير كلشي. غادي نضرب الريحه ما غادي نشم حتى شي حاجه، غادي يمشي ليا الشم، غنعيط لمروان غنقول ليه اوفيسيلمون مشى ليا الشم، هذه كورونا ما فيهاش شك. اي افكتيفمون دونك جا مروان وداك الشيء، انا في ضروري اللي هنا هو يجي ديبلاسا باش يدير لنا البريليفمون. اي جو ميرسي بوكو لابوغاتوار الولفا باسكو فريمون صيفطوا لينا السيد اللي غادي يدير لنا البريليفمون ميم با 1h30 جاو لعندنا باش درنا البريليفمون بثلاثه انا ومروان ويعقوب وتسنينا لو ريزولطا. ديما كلاش فاستو بون كنا بوزيتيف و سورتو انا طلعت في لو بيك ديال المرض سكي اكسبليك واحد لي كورباتور اللي كانوا عندي في لاكور ديالي انكرويابل. واحد الحرق في جهه صدري، واحد الحرق في الراس، يعني ما تنقدرش نحلهم. ميم دابا عندي الريسبيراسيون ماشي حتى لها انا فوالا يلا عرفت بانه سي كوفيد اوفيسيلمون بلي سي كوفيد. ما نعاود لكمش لا سونساسيون ديال رجلي اللي كنحس بانه كل رجل عندي فيها شي 100 كيلو وبدي دولار. بون دي سيمبتوم اللي ما عمرني ما شفت. اي فوالا الحمد لله على كل حال. فوالا اجي هي لابسونس ديالي لانه فريمون حالتي كانت حاله في هاد اليامات هادو كاملين. دابا راه كنقول لكم بلي تحسنت ب 10% الحمد لله. جو سو بوكو دو ميساج لي يعقوب كيفاش داير. الحمد لله حتى هو الي بوزيتيف مي الي نورمال هاد الساعه دابري لي اناليز تيبينو بانه زعما هو الاول اللي داز على الكوفيد ودوزو لي نورمالمون راه في لافان ديال المرضى. اي فوالا دونك ريان دو سبيسيال بالنسبه لي الحمد لله يا رب. مي سينو مروان يلاه اليوم ما مشى ليه الشم مشى ليه الضوء التحق بيا انا حتى انا مازال ما كنشم ما كنضوء ما حتى شي حاجه سبحان الله نعمه ما كنردوش ليه البال قبل حتى الفوالا تاع حتى كتمشي لك عاد كتقول اوكي. مي سينو العشية مشيت درت الراديو ديال الصدر دونك سيت اوبليج انه نديرو باسكو غير ما عندي واحد الكحه خايبه بزاف. الحمد لله غيان دو غراف الحمد لله يا ربي. تالتني واحد النقطه في راسي في الوقت اللي مشينا ندير لا راديو عرفتو ما بين داك فين ستاسيونين وفين غادي ندخلو تنشوف الناس غاديين جايين بلا ماسك داخلين خارجين بلا ماسك لا راديو كنقول دابا انا جاب الله واخده الاحتياطات ديالي انايا عارف راسي بانه مرضو جي بون بانه مرض واحد اخر دونك داخله دقيت داخله سوق راسو ودايره لو ماسك هز الكول هز ما شنو داخله مجموعه خارجه مجموعه من الناس كانوا داخلين وخارجين حتى عادي وما داير لا ماسك لا والو. سوبوزون كما كنتش انا مسوقه عشان واحد اليوم كان غادي مرضو يتعدى مني بزاف فريمون بزاف جي لامبرسيون كل الناس صافي قالوا سالات كورونا سي بون ما بقى والو ما خير حنا تخونكي الصيف كلشي غادي نرجع لنقطه السفر وي فريمون سي غراف فريمون سي غراف بدات خمرت في هاد الوقيته باش نجي في لاستوري ونقول لكم هاد الهضره. شنو قبيله فاش دخلت انا ندير لا راديولوجي مروان كان كيعاود تقطعات الهضره كان كيعاود لكم على فين مشينا درنا لا راديو السيده اللي كانت مفلاكي كانت محبطه كاريمون لو ماسك ديالها وحتى هو قال ليها ا ديستانس عافاك طلع لو ماسك ديالك راه بغيت ندخل ندوي معاك راني مريض. عادي هي دارتو مي سينو والله زعما قلت لكم دخلت وخرجت الناس ما كاينينش هنايا ولا بقينا دايرين بحال هكا غنرجعوا ان شاء الله للحجر الصحي ورا الصيف ما يبقى والو غادي نرجعوا عاوتاني للزيار كثر وكثر لانه سي بون كلشي لاح الماسك على اساس بيس اي سو بو كمرت وي بدات يطلع وهادشي سا اكسبليك انه فريمون الناس مابقاوش يديروا الماسك ديالهم ما فريمون مابقاش يديروا الماسك يدير الماسك في الوقت اللي كيبان لكم بانه خصو تحيد يعني في داك لو مومون نيسيسير باش غير غادي نصنقا نحيدو صافي.